ودعونا نذهب إلى الخبير المالي والاقتصادي في جامعة النجاح الدكتور سامح العطوط. صباح الخير. صباح الورد، يسعد صباحك، صباح كافة المستمعين الكرام. حياك الله. منيح يا سيدي، احنا بنحل قطناك، احنا بنحل طلع لنا دور عندك اليوم. الله يصحبك حبيبنا ابو كريم. يسعد صباحك. صباح الخير دائما. لما بتحكي انه فجأة بيطلع سعر السلعة، ما يعني كمان ما نحكي عن الاسعار، اسعار المال، لكن نحكي عن اسعار السلع، فجأة بقول لك والله سكر بده يغلى او القهوة بدها تغلى. هلا طالع اشاعة في البلد انه القهوة بدها تغلى، البيض غليان، البيض فهمنا بودوه على، يعني ممكن يكون بودوه على غزة، بفهم عليه طلب كثير، لكن القهوة شو مالها؟ يعني القهوة بورصة مش هيك؟ طبعا السلع الرئيسية ومنها القهوة، السكر، الطحين، هاي كلها سلع، لها سلع بورصة عالمية، يعني يوميا تتغير. من يوم الاثنين ليوم الجمعة بكون عليها تداول. العوامل اللي بتأثر اليوم بموضوع ارتفاع السلع طبعا عاملين رئيسيين، في عوامل أخرى ولكن إيش الرئيسي هو موضوع أسعارها بالبورصة العالمية، وموضوع رقم اثنين موضوع تكاليف الشحن والنقل اللي عمالها بصراحة عمالها بترتفع بالعالم نتيجة عدة عوامل، منها يعني التطورات الأمنية المحيطة بالمنطقة عمالها برضه بترفع تكاليف الشحن بشكل كبير جدا، وهذا الكلام عماله بيؤدي لارتفاع السلع عالميا. ومشان هيك اليوم بصراحة بدي شوي مال وأعمال عالميا وبتربط بالموضوع المحلي، انه اليوم كل البنوك المركزيه لسه يعني حاطه ايدها بقلبها وعراسها انها ترجع موجه التضخم. يعني انت لليوم بعد ازمه كورونا 2020 احنا بنحكي صرنا اكثر من اربع سنين وثلاثه اشهر، وما زالت البنوك والدول تعاني من موضوع التضخم، مع انهم استخدموا كل الوسائل. يعني اليوم الفوائد العالم جدا مرتفعة وهي تهلك الاقتصاد وتنذر بأزمات خانقة، ولكن اللي بيمنع البنوك المركزية انها تتجه لتخفيض فوائد، يعني من ضمنها يوم الخميس البنك المركزي البريطاني مثلا، البنك المركزي النرويجي، هذول اللي اعتمدوا الى الان عدم التخفيض لانه ما زال التضخم مرتفع. طبعا عرأسهم الولايات المتحدة الامريكية، اللي ضخت دولار بالعالم وعبت العالم دولار بشكل هائل جدا، وحجم الديون عندهم عماله مرتفع يزيد عن 34 تريليون دولار، ما زال برضه التضخم مرتفع. ومشان هيك يعني شو معنى التضخم مرتفع؟ يعني أسعار السلع العالمية ما زالت مرتفعة، وللعلم هي ما في عودة للأسعار القديمة، يعني إنه هو إشي طبيعي يعني يكون في تضخم عالميا كل سنة بنسبة 2%، بس أنا اليوم لاحظ في دول بتفوق هاي الأرقام بكثير جدا، في دول 30 و40 و50%، وهذا عماله بيهلك الناس. هلا بدك تيجي على المستوى المحلي، إحنا عندنا إشكاليتين كبيرات بصراحة، ويمكن آن الأوان إنه ننظر لهذا الموضوع ونوقف عليه. إنه السلع الأساسية والخدمات الأساسية مرتفعة جدا، تسعير الخدمات الأساسية لا يتناسب، أو أحكي أكون معك بصراحة، إذا كان يتناسب ما قبل 17 والله لا يتناسب ما بعد 17. تسعير الخدمات الأساسية بالبلد، هاي نقطة بنحطها بالإعلام. تسعير الخدمات الأساسية، خلينا نفصلها، يعني زي الاتصالات، زي كل شيء، زي الكهرباء، خدمات أساسية. أنت شوف بيتك في إشي اللي بتقدرش تستغني عنه اعتبره أساسي، اللي بتقدرش تستغني عنه اتصالات، إنترنت، مي، كهرباء، اللي هو اللي بتقدرش تستغني عنه أنت، هذا يعتبر سلعة أساسية، خدمة أساسية، خدمة أساسية. هل هاي الخدمات اليوم مسعرة بأسعار تناسب المواطنين بالوضع الحالي؟ نقطة بنحطها بالإعلام، ويعني أنت كخبير مالي بتقول إنه مش مناسبة، يعني هي يعني صارت بحاجة لإعادة نظر وبحاجة لإعادة دراسة. بحاجة لإعادة نظر وبحاجة لإعادة دراسة من أجل إنه إحنا يعني نقطع هاي المرحلة. لا شك إنه يعني اليوم خاصة الاتصالات يعني فواتير، يعني كل الفواتير، وبما فيها فواتير شركات التأمين، بما فيها فواتير حتى فواتير الترخيص. يعني انت فتحت نفسي على شغلات، يعني انا لما بدأ... انت وين فتحت نفسك يا كريم؟ احكي. فتحت نفسي أنا... احنا بنحكي بصراحة. انا من 18 كنت طالع معك كان يوم احد قلت لك هاي ظروف استثنائية تحتاج الى ادارات استثنائية، احنا يجب انه يكون عندنا اليوم يعني نرتقي الى مستوى الحدث اللي ما حدش بجوز يتصور انه نستمر بهاي الحرب لا تسعة شهور، واليوم لسه احنا عم نفترق طرق، يعني لسه الامور يمكن تتصاعد الى اخره. طيب
هل إنه الأمور تظلها يعني متروكة لحال سبيلها وكل يدبر أمره، ولا يجب يكون في تكاتف أكثر وتعاون أكثر من أجل إنه يعني يمرق الشعب الفلسطيني بهاي المرحلة بأقل الخسائر ويستطيع إنه يصمد بشكل أكبر على أرضه، ما يصير عندنا لا سمح الله هجرة كثيفة طوعية، لأنه هجرة طوعية بلشت ناش تصير كثيفة إن شاء الله. فهاي نقاط هامة يجب إنه تقال، يعني مسؤوليتنا أمام الله الواحد يجب إنه يقول هذا الكلام، يعني من دون يعني لا سمح الله لا بنحابي ولا شيء. ولكن أنا بقول لك اليوم لأنك جبت موضوع التضخم وارتفاع السلع وحتى السلع الأساسية، إحنا نحكي عن خدمات وسلع أساسية اللي هي بتغذي التضخم بشكل كبير جدا، إحنا بنقول يعاد النظر بتسعيرها وأن يكون هناك لجان متخصصة، ما بعرف كلمة لجان الناس يعني بيعتبروها، لا احنا بنقول لجان متخصصة تعمل على تسعير عادل للسلع والخدمات الأساسية بحيث تناسب دخل الناس بهاي الظروف. نقطة، يعني بنحكي عن اشي بيسك أساسي يجب انه يكون في تسعير عادل لهاي السلع والخدمات الأساسية، من شان انه انت اليوم بصراحة اللي تحكي فيه اليوم واقع الاقتصادي الأليم وحركة ضعيفة بالأسواق، وشفناها بجوز هاي بمعظم المحافظات ما قبل عيد الأضحى المبارك، لأنه اليوم في انخفاض الانفاق الاستهلاكي لدى الناس، في تآكل بالدخل لدى الناس. هلا بعرف يمكن الناس طلعت لك في 15-20% لم يتأثروا بها، ما هو على الورقة ولا لا معروف، يعني محسوب الإحصاءات، يمكن هذول يعطوك صورة إنه الوضع طبيعي نورمال بالبلد، تصير عندك تناقض يعني تقول واو يعني البلد فيها تناقض كبير جدا. لكن هي إذا أنت اشتغلت بلغة الأرقام والتقارير والإحصاءات تقدر توصل تفسر، إنه دائما الواحد لا يستطيع يتنبأ بالمستقبل، بدك تفسير للواقع. تفسير الواقع اليوم أقول لك لا في تراجع اقتصادي ملحوظ بالبلد، إحصاءات بتحكي هذا الكلام، صوت نقد تصدر تقرير شهري أبو كريم كل القطاعات الاقتصادية، اليوم احنا تراجعات كل القطاعات، وهذا الكلام يعني بنذرنا طبعا يمكن ناحية المطمئنة. ولا كنت احكي يعني مع قناة محلية افضلكم، انا بقول لك الى الان هم يسمحوا بتراجع اقتصادي يمكن ينقلوا فيه لتراجع اقتصادي حاد وعميق، ولكن لا يسمحوا بانهيار اقتصادي في البلد. هذا يعني اعتبرها رسالة طمأنينة بالذات انه احنا اقتربنا بعد 5 أيام على تنفيذ قرار سموتريش وفصل البنوك الفلسطينية عن الإسرائيلية. انا بقول لك الى الان الدولة العميقة بدولة الاحتلال ممثلة بالشباك مش لاقيين مصلحتهم بانهيار الوضع القائم. نقطة، هاي رؤيتي يمكن بعد طيب يعني لا يوجد انهيار، أنت كخبير وعلي تقول أنه لا يوجد انهيار اقتصادي كامل، يعني في لن يكون في الضفة الغربية أو في المناطق الفلسطينية طبعا بسبب السيطرة الإسرائيلية عليها، لكن أنت بتقول أنه يجب إعادة النظر في أسعار الخدمات، وهذا عنوان في أسعار الخدمات، إعادة نظر بالسلع والخدمات الأساسية الأساسي. ولكن عنوان الرئيسي إعادة النظر بالنموذج الاقتصادي الفلسطيني. النموذج الاقتصادي الفلسطيني اللي تكون بعد، ليش حتى أقول لك 1994 اتفاقية باريس، لا إذا قلت تكون بعد 2004 خلينا نقول بزيادة الإقراض بشكل كبير جدا والاتجاه للسلع الاستهلاكية، واللي كان مصادر دخله بشكل رئيسي العمالة داخل الخط الأخضر وانتظام الرواتب والإنفاق الحكومي والإنفاق الاستثماري اللي كان يجي من خلال المنظمات الأهلية والأندية. اليوم هذا النموذج كل معالمه اختفت. فهل نحن بالإمكانات الموجودة والمحدودة عشان نتواضع مع أنفسنا نستطيع بناء نموذج اقتصادي جديد للبلد يكون عناوينه الرئيسية تمكين اقتصادي للناس على أرضها؟ أنا بقول لك الجواب بالمطلق نعم. طيب يعني هاي الأموال المكدسة على فكرة إحصاءات الودائع عشان أنت تحكي إحصاءات الودائع رغم الظروف ب9 شهور نمت بمليار دولار، يعني نحكي كان ودائع 16.6 اليوم 17.6 مليار دولار، ففي حجم ودائع ارتفع. هاي معلومة مؤكدة، أنا بحكي لك مصدر يعني من أرقام سلطنة نمت. هذا لا يبشر بخير، هذا يعني أنه الناس جملت أموالها وبطلت تعمل مشاريع. أبا كريم الحبيب، هو النموذج الاقتصادي الموجود هو نموذج يحاكي الأنظمة الرأسمالية كلها بالعالم، مشان هيك في نسب غنى بتزداد بشي طبيعي، وهذا الكلام جعل أنه يكون في أنت عندك في ناس
تنمى دخولها وتزداد ثرواتها وتزداد مالها وحساب ناس آخرين. هذا الكلام مش موجود بس في فلسطين. في أمريكا نفسها اليوم وول ستريت إشي وأمريكا بقيتها إشي. يعني يا سلام. طبعاً إذا بدي أحكي شوية استراتيجية عالمية، هي إجت 17 بظل العالم مخربش، عالم كله ظلم، برأسمالية حادة بالعالم، يمكن تكون بداية تغيير. نتأمل من الله ذلك. يعني كمان يعني كمان عناوين، والله عناوين اقتصادية. وأنا بقول وأنا بقول عندي مقابلة كمان وأنا بقول وأن وين بتروح يعني بقضي حياتك كلها في المقابلات. والله جاي بالي أحجزك كمان شوي. حبيبي تسلم، شكرا جزيلا، حياك الله، شكرا.